نبادركم بالجديد ونتمنوا اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم ونرضيو جميع الاذواق صغيرها وكبيرها والله يجيبنا معكم في الصور. وتحيه خاصه وتقدير للمره المليون للناس ديال الجاليه اللي شحال وحنا كنتسناوهم هما راه جاو دابا. مرحبا بكم مجاوره اروى ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. اذا هذه البنات 1100 درهم 22 ريال 1100 درهم كتجي فنه وغزيوله هاك. خلي هذه هنا من ناظور. مرحبا لاله حليمه ديال ناظور. غادي نديرو لكم كوكتيل شويه هكا شويه هكا شويه هكا شويه هكا. شوفوا هذا تبارك الله ما شاء الله تخي تخي شيك شي حاجه راقيه. اللي عندها الجهر مرحبا. لا عندك جهر ما عرفتي ما ديري به جيبي لخوك عبد اللطيف ونصوب لك فيه شكيل الفن. الثمن ديال هذا 2000 درهم 40 ريال 2000 درهم 200 اورو بالمجدول ديالو كيجي فن بحال هكا. يعني هذا حضوري مناسباتي ومخدوم حتى البوندونتيف ديالو غزاله كيف ما تتعرفوا. ما تنديروش حجر عادي تنديروا الفغي امرود والفغي روبي ولي غوزاس. دي غوزاس تنديروا لا فونتازي ديال لي غوزاس يعني كنديروا الروزا سانتيتيك. دونك راه هي في الشوفه راه كتبان مزيان. وشعارنا دائما هاك تتركب الاخر. شعارنا البنات هو لبسي وتبرعي ولا من شاف ولا من ديري. عطيونا البنات منين كتبعونا الله يعطيكم خير. عطيونا المدن المدن ثم المدن الله يكبر بكم. عرفنا اننا غبرنا عليكم غبنا عليكم لكن غبنا الا واجبنا الجديد ثم الجديد ثم الجديد. كاين هذا قياس صغير كيجي فن هو والبراسلي وهو الخاتم ديالو كيجي فن. هذا البراسلي ب 1000 درهم والخاتم ب 500 درهم 1500 درهم بجوج. كيف ما كتعرفوا النقره مشله بالذهب ما كتبغيش جوج حوايج ما تعوميش بهم وما ديريش لهم الريحه وكاع الا تبدل لك في اللون راه كيتشلو كيتعاودوا من جديد. اذا هادو البنات الثمن ديالهم 1500 درهم بجوج 1500 درهم 150 اورو. بارطاجيو وطاكيو صحاباتكم البنات غير باش نطلعوا شويه اللايف باش نكملوا لكم السلعه ديالنا. واللايف راه ملي كنساليو راه كنلوحوا في لاشين ديالنا في يوتيوب. ومرحبا والف مرحبا من الدار البيضاء مرحبا فاطمه من البيضاء من اطار فرنسا مرحبا مرحبا بك لاله فاطمه هاك. وكاين هذا كاين هاد لي تخوا بغاسلي تا هما فنين. هادو جوج كاين فيهم ثلاثه هادو كيديروا اختي جوج ب 900 درهم جوج براسليات ب 900 درهم 90 الاورو 900 درهم. السلام عليكم جيت معطلة اخي عبد اللطيف انا من بوزنيقة على السلامة غبرتوا علينا. لا ما جيتش معطلة يلاه بدينا. يلاه البنات كما قلت لكم طاكيو صحاباتكم بارطاجيو عطيونا ايب ايب بعد لي كومونتير غير باش نطلعوا اللايف باش نبرعكم لان باقي الخير سيدي ربي. اذا هادو البنات هما فنين ومزيونين والقياس اللي بغيتي نصوبوا ليك. لي كوموند كيشدوا ما بين 10 ايام 15 يوم غير للتذكير. الناس اللي باغيين يصوبوا كوموند ما بين 15 يوم 10 ايام. وكاين هذه فن فن تاع هي ومزيونه شويه كحلوه. الثمن ديالها 950 درهم 95 الاورو 950 درهم 95 الاورو 19000 ريال. فنيونه شوكه مخدومه على حقها وطريقها انت كتلبسيها بحال هكا كتجي في المنظر ديالها كتجي فنه. وكاينين هادو ديال فضيله هذه ديال فضيله فيها بزاف القياسات. كاينه واحده اخرى صغيره ها هي هذه ديال فضيله كاين فيها الصغيره وفيها الكبيره. هاد الصغيره هادي كدير الثمن ديالها 650 درهم 13000 ريال وهادي كدير 950 درهم 650 درهم 950 درهم 65 الاورو 95 الاورو هاك. هاد اللي دوزنا حطها هنا هانت شويكات فنين ديال المناسبات شي حاجه فنه ومخدومه خدمه ديال الذهب. الثمن ديالها ديال البنات كدير 850 درهم 17000 ريال. الله يعطيكم الخير الناس اللي كتبعونا. واش كتبان لكم الصوره مزيان واش كتبان لكم الخدمه مزيان اولا نشعلوا الضوء يلا باش ما كنجاوبوني. الله يعطيكم الخير كيف ما قلت اي وحده كتفرج سواء كنتو قلال سواء كنتو كثار حاولوا تعطيونا ان كومونتير كيف ما بغى يكون سواء ايب سواء كومونتير كي كيجيكم السلعه غير باش نطلعوا شويه اللايف. الله يعطيكم الخير باش كاع الناس تعرف على هذه المجوهرات اللي هي نقره مش لبدب. لان يعني كيف ما كتعرفوا سواء كنتي انت انتريسي بهاد لي زارتيكل اولا ماشي انتريسي تقدر تكون شي وحده من لا فامي ديالك اولا شي وحده من الاصدقاء ديالك عندها الغرض بهاد الشوكه بغات تشريها في الذهب ما عندهاش البيجي الله يحسن العوان نظرا للظروف وفرتيها لها بالبارطاج ديالك وها هي في النقره وفنه ومزيونه ومخدومه خدمه نقيه. اذا حاولوا تجاوبونا واش كتبان لكم الصوره مزيان. الله يعطيكم الخير نتمنى انكم تجاوبونا واش كتبان لكم الصوره مزيان اولا لا. وكاينه هذه ديال الفضيله هذه الكبيره تبارك الله الثمن ديالها 1200 درهم 120 الاورو 1200 درهم. النقره فيها جوج الحوايج كاين السوبر وكاين العادي. حنا ما كنديروش العادي تنديرو السوبر الخدمه. الناس اللي ديجا تقدوا عندنا راه كيعرفوا السلعه ديالنا. هذه 1200 درهم 120 الاورو 1200 درهم 24000 ريال 1200 درهم 24000 ريال. وكاينه هذه بروموسيون البنات 850 درهم 850 درهم بروموسيون هذه 85 الاورو. إذا حاولوا تجاوبونا واش كتبان لكم الصورة مزيان الله يعطيكم الخير.
عثمان سير الله يعطيك الله يعطيك الصحه الجوده والتعامل الله يكبر بيك شكرا لك اختي امينه قالت لك واش هذا الشيء دغيا كيكحل لا اختي ما عنده ما يكحل تلبس فوق الحوايج بحال هكا لان النقره ديال البلاد كيشد فيها هذاك التشلال فهمتيني ماشي 925 النقره ديال البلاد كتكون التتر ديالها 800 دونك هي ملي كتشلل كتضرب على جوج المرات كنشللوها جوج الخطرات اختي غير انت ملي تبغي تلبسيها ديري الريحه لراسك ولبسي ماشي لبسيها وريحي واش فهمتيني حيت كاين تاني انسان ما كيكملش بعقلو يعني لابسه الشوكه وكتريح ليا في الشوكه لا اصلا البارفان كيكون فيه الكول الكول كيحيد لهم اللون ولكن انت ديري الريحه عافاش لبسيها من غير هكا ما تخافي والو ولكن ليسونسيال هو ان الخدمه الاخت امينه شوفي تبارك الله الخدمه كي دايره الخدمه هي ديال الدهب هذا دابا حنا بحال باش كنبيعوا لك الموديل كنبيع لك الشوكه اللي كدير 7000 8000 درهم كنبيع لك انا غير ب 850 درهم المساله ديال لوتروتيان كتبقى لك انت خصك تهلاي ما ديريش الريحه وما ديريش ليها الماء من غير هكا ما تخافي والو وكاع الا تبدلت لك في اللون التشله ديالها ما كيتقامش غالي اللي موراك على اليسر هذيك الشوكه اللي موراك على اليسر ما عرفتهاش هذه اختي انا نوريها لك هاك ها هي اختي هذه فن حتى هي ومزيونه الثمن ديالها 950 درهم هذه بروموسيون 95 اورو ملي كنقولوا بروموسيون البنات لا بدا كنشدوا شي بياسه عندنا اللي هي كتباع ب 1200 درهم اولا ب 1100 درهم تنحيدوا فيها واحد 200 درهم نظرا للناس ديالنا اللي دائما كيشجعونا كنديروا واحد شويه ديال التخفيض كما كيديروا كاع الناس ومرحبا للجميع نتمنى نرضيكم ان شاء الله اذا هذه هي 950 درهم 950 درهم 95 اورو كنتمنى انكم تبارطاجيو البنات بارطاجيو مع احبابكم شوفوا تبارك الله حلقات كيف فنين مزيونين شي حاجه روعه البنات كنتمنى تزوروا السي عبد اللطيف في المحل داكشي واعر شفتوه بالعين احسن من الكاميرا القضيه دائما كنقول لهم اختي نعيمه كنقول لهم الله يعطيكم الخير جيو وشوفوا السلعه كيفاش دايره لان بعد خطرات التليفون يقدر ما يعطيكش داكشي غيال يعني يعطيك داكشي هو هذاك ولكن ملي كتوصلك السلعه لان حنا عندنا ارضاء الزبون قبل من يعني لو كليون سيتان هو خاصني انا ملي توصلك السلعه وتعجبك هذاك هو الربح هذاك في حق ذاته ماركتينغ في حق ذاته انت ملي غتوصلك السلعه وغتعجبك اوتوماتيكمون العائله ديالك غادي تقول لهم راه فعلا هاد الناس راه عندهم سلعه زوينه يعني هذا هو الربح عندنا هو ان الكليان يكون راضي على السلعه ديالنا من بعد الرضا ديال الله والوالدين اذا هادو 900 درهم 18000 ريال 90 اورو 900 درهم 90 اورو 18000 ريال فنين وزويونين اذا ما جاوبتونيش الله يعطيكم الخير واش كتبان لكم الصوره مزيان باش نكملوا اللايف ديالنا وكاينين هادو تا هما فنين ومزيونين 800 درهم اللي هي 16000 ريال 16000 ريال 800 درهم وكاينين هما والجوهر ديالهم 16000 ريال 800 درهم 80 اورو 80 اورو هاك هادو اللي عطيتك دوزهم دغيا ياك وكاين هذا البنات ارى لي هذاك فين هي ديك الكوبينه هنايا في هاد البوطه ها هي هاي هذه البنات اللي وريتكم كبيره هاي انا نزوميها باش تبان لكم مزيان شتي هذه اللي وريتكم كاين هذا ديالها تبارك الله كيجي خطير 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 هذه كيجي عندنا في الراس راه ما غاديش يجي معايا سمحوا لينا الله يعطيكم الخير هذا كيجي بحال هكا خطير وكتجي الشوكه ديالو بحال هكا انا نوريها لك لا لا في النور نهار كبير هذا شوفوا تبارك الله هذا لونسومبل على مزيناتو شوفي تبارك الله شوفي شوفي هذه كتجي في الجبهه بحال هكا انا ما غاديش معايا حيت عندي الشعر بزاف وسيني بوزنيقه شكرا معامله الله يبارك فيك هلال الله يعطيك الخير هانت هادي تبارك الله شي لبيسه تكون هي هذيك يا اختي بسلامتك خمسه وخميس عليك هادي كتجي في فنه عندها واحد اللعيبه اللي كتشدها هنا وهاي الشوكه ديالها كتجي خطيره هادي خطيره 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 جدا هذا بوحدو كيدير 1400 درهم 140 اورو ولكن راه كله بالروزه ومخدوم خدمه نقيه كيجي فن هادو دابا بجوج يبقاو ب 2500 درهم بجوج 2500 درهم الا لقيتي هاد الخدمه وهاد الثمن في بلاصه اخرى انا نقول لك الله يسخر لك سلام الصوره مزيانه وكل شيء عندك طوب الله يبارك فيك ام الجميلتين سميات زوينه تبارك الله اللهم يسير اذا حاولوا تبارطاجيو البنات ها انت تبارك الله ما شاء الله هاك نحاولوا نقربوا لكم الصوره غير باش يبان لكم داكشي مزيان هذا هو الغرض عندنا ملي كنزوميو باش تبان لكم الصوره مزيان ايوا عندنا لاله مولاتي الشريط لات هي الشريط لات تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هانت شوفي تبارك الله الشريط لات ديال العظم اش دايره خدمه خدمه نقيه شي حاجه يا سلام اللي توحشك الخير لاله في النور الله يعطيك الخير هانت هذه ديال العظم فنه ومزيونه الثمن ديالها 1500 درهم 30000 ريال انا ندوزها
كاينه هذه ديال السلك، ها هي كاينه واحده اخرى ديال السلك غليظه، هذه السلك رقيق، هذه سبعه كدير 1200 درهم، 24 الف ريال 120 الاورو، 24 الف ريال فن هذه، وكتجي زوينه في الخدمات تبارك الله ما شاء الله. تلبسي وتبرعي، ولا من شاف ولا من ديري، ها مخدومه خدمه نقيه. نقرب لكم باش تبان لكم الصوره مزيان، نتسنى باش نديرو هذه. اذا هذه 120 الاورو اللي تي بلاصتك كبيره، الله يكبر بك بنت الخير، الله يعطيك الخير على في النور. والله الا حنا مسافرين وكيعيطوا الناس كيسولوا علينا، اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال. وكاين هذه البنات حتى هي ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في دارك وعطيك الخدمه فينا هي. ها هي خليكم معايا صافي، خليك بحالك. كاين الخيوط الريح، نتمنى الناس اللي كاينين في كازا بغاو يجيو يزورونا، والله ما غتندموا اختي، غير جيو شوفوا ما غتخسروا والو، ما يكون غير خاطر خاطركم. ايوا الناس اللي خارج كازا وبغاو يجيو كيف ما كنقول لهم، بحال دابا نورمالمون اللي ما عمره ما جا لهنا كتهبطي في كازا فواياجور، كتشدي بتي الطاكسي كيجيبك حتى لشارع الفيدا هنا، ما كانش وما عرفتيش كنجي انا نجيبك من هاد شارع الفيدا، ملي كيحطك طاكسي صغير انا نجي نجيبك من تما على الراس والعين. شوفي هذه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. استنى نقدوا الكاميرا، هذه الكاميرا باش هاي بحال هكا دابا. بسم الله بسم الله، هذه شوف تبارك الله، جهه مفتوله وجهه سامبل، جهه مفتوله شوفوا تبارك الله كيف خدمة، هذه خدمة ديال الدب ما شاء الله. غورمي تفضيلة، باقي عندنا غورمي تفضيلة تما، هذه 1500 درهم، 30000 ريال كاينة في الدب كدير 4 المليون، ها هي ب 1500 درهم 30000 ريال. كنخدم واش كتخدم نهار الحد؟ اختي كنخدموا نهار الحد. مرحبا بك اختي، راه كيجيو الناس من مراكش الحمد لله، الناس كيجيو من كل بلاصة في المغرب، اللهم لك الحمد الحمد لله على كل حال. وكاينين هادو ديال هذا تبارك الله عصير الصابون، هذا غني عن التعريف، شو خدمه كيديرها تبارك الله ما شاء الله. هذا 24000 ريال 1200 درهم، 1200 درهم 24000 ريال، هذا راه اي دار كان فيها كله باعتو، كاين اللي باعتو على الدواء، كاين اللي باعتو على الحزه، المهم ها هو صوبنا لكم من نفس داك النقش اللي كان عندك خو، كتلقاي فيه الورده والضويوي راه هنا، وهنايا فيه دوك الفتلات. نتمنى تكون شي حاجه هنا كان عندها شي واحد بحال هذا تشرح لنا هذه المساله ديال عصير الصابون. هذا عصير الصابون كل واحد اش كان كيقول عليه، كاين عليه بزاف ديال القصص، ولكن كيبقى دائما زوين. هذا 24000 ريال 1200 درهم 120 الاورو. كاين واحد اخر عراض منه حتى هو تبارك الله على مزيناتو. وكاينين هذو البنات تبارك الله ديال الورده، ها شوف تبارك الله راه ولات تبارك الله شي موديلات في النقره الفني، هادو 26000 ريال، ها 1300 درهم، تيجيو مزيونين وفني شوف تبارك الله ديال الوردة، هادو مخدومين خدمة نقية. هانت كاين هذا، عطينا داك الراد كول كروميت ديالو، هذا نص الفروج، هذا 900 درهم، النص ديال الفروج هذا 900 درهم اللي هي 90 الاورو. حاولوا تعطيونا بعض لي كومونتير البنات، كتبوا لنا داك ايب باش يطلعوا لنا، باش يطلعوا شوية اللايف، الله يعطيكم الخير. الناس ديال انستغرام سمحوا لنا ما درناش لكم اللايف اليوم في انستغرام، السيمانة الجاية حنا معاكم ان شاء الله. تحية خاصة وتقدير لكم كاملين، بسم الله. ها هي غورميت اختي كاينة، شوفوا هادي تاهما ديال العظم فنين، هاكا يعطيك الخير اختي ندى، عصير الصابون بغيتو خليه ليا، مرحبا بك اختي سلطانة. ها هما شو هادو ديال العظم فنين، هادو راه كاينين في الدب، وهادو لو بغيت نصوبهم لك في ثلاثة الألوان مرحبا، ندير لك واحد أبيض واحد برونز واحد صفر، كيجيو فنين، كيجيو فيهم ثلاثة الألوان هادو الحاج ياك. هادو الثمن ديالهم كيديروا 1400 درهم، 1400 درهم 140 الاورو. شكرا ندى، يعطيك الخير دائما كتشجعينا، الله يكبر بك، راه تشجيعاتكم باش حنا غاديين، الله يرحم لكم الوالدين، التشجيعات ديالكم باش حنا غاديين. نتمنوا الخير للجميع، الله يسهل على كل واحد، اي واحد كيسعى للخير، اي واحد كيتقاتل على لقمه العيش ديالو، الله يكمل عليه بخير ويعطيه ما ترجع عند سيدي ربي. هاك وكاينين هادو البنات حتى هما فنين ومزيونين، كاينين المجدول اختي، كاين موجد لكم اونصومبلات المجدول واعرين. شوفوا هادو ديال التخرام، هادو راه كاينين في الدابة البنات، 1800 درهم 36000 ريال 180 الاورو، شو النقش كيدير 180 الاورو 36000 ريال، وحجر حر، ما تنديروش الحجر العادي، يعني الحجر الحر هو اللي كيخلي هاد البيسات تبان زوينه، 1800 درهم 180 الاورو. الدق البرا اختي
كانوا عندي وبعثهم اختي دق البرا كانوا عندي تواصلي معايا في الواتساب ومرحبا. انت تبارك الله. ألف وثمانمائة درهم هادو 180 الأورو 36 ألف ريال 36 ألف ريال بالنسبة لهذا. إذن هادو 180 الأورو هاك وكاينين تاني هادو نكملو بيهم هات حد في القد داكشي بركة تلبسي هادي بوحدها فنة ماشي حلقة فنين هاهي بالهلال ديالها فهمتي شي حاجة في فنة حلوة الثمن ديالها 1100 درهم 22 ريال 110 الأورو عقل عليا أنا من مراكش مرحبا بك أختي ها هو الرادكم أرى لي هذا ندوزوه أنا كنحاول ندير لكم شوية هكا وشوية هكا شوفي تبارك الله هذا كيدير شوفي على مزينته تبارك